اليوم جينا عندنا جوج مطالب. المطلب الاول هو رحيل المكتب بجميع اللي فيه. بغينا قطيعة مع الماضي، بغينا التغيير جذري، ما بقيناش بغينا سياسة الترقيع، ما بقيناش بغينا من هب ودب يجي يسير الفرقة، بغينا المسؤولين اللي قادرين أنهم يهزوا الحمل ديال الفريق، بغينا رجويين غيورين اللي يكونوا قد المسؤولية، تغيير مدرب أيضا أصبح ضرورة ملحة، بغينا الهوية ديال الفريق اللي كنعرفوا التيكي تاكا والدقة دقة اللي عرفناها من زمان. هادو هما المطالب ديالنا وكنظن انهم مطلب مشروع لكل رجاوي. الحضور ديالنا كجميع الرجاويين اللي كترمي الغيره على هاد الفرقه هادي، خويا جينا نضامنوا مع الالترا ديالنا مع الجمهور الوفي، جينا خويا باش كندوا على هاد الشيء اللي واقع في الرجاء، التسيير ديال الرجاء من ناحيه المدرب حتى هو كنطالبوه صافي، الله يجعل البركه، السي السلامي الله يجعل البركه. كنشكروك على هذا الشيء كاع اللي درتي في الرجاء، ما كنكروش هذا الجميل ديال البطوله وصلتينا للفينال ديال كاس العرب، ولكن الله يجعل البركه، كتجي واحد الوقيته اللي خص صافي خص تبديل خص ديكليك، وكنتمناو من المنخرطين يتوحدوا ويخرجوا لنا بشي راي جديد. كاينين رجال ماشي ما كاينينش رجال، خاصها تكون ليد في ليد، وان شاء الله راه ما غادي يكون غير الخير. والجمهور الرجاء راه عندها جمهور ديالها اللي حاميها، راه الجمهور ديالها راه كما كتشوف راه شي راه شويه من 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 جمهور، وان شاء الله ما يكون الخير من هنا لقدام، خص غير تكون ترجع الثقه للتير ونخرجوا بشي رئيس اللي ينقد الرجاء من هذه الازمه هذه اللي كتخبط فيها، اللي هي من سنين راه تقريبا راه من 6 سنين ولا 7 سنين، واخا جا الزيات جا الاندلسي وراه باقي راه الازمه راه باقا كاينه، وكنتمناو على الله عز وجل شي رئيس يجي ان شاء الله باذن الله ويحل هذه الازمه هذه ونعاود ترجع تاني للمياه المجاريه ان شاء الله. خويا السلامي حشومه عليك هذا الشيء اللي دير، حنا الوداد عمر ما يربحونا، وحشمتي بينا في الديربي بزاف، لما قالتش على الرجاء سير بحالك غادي تخلص اخويا، ماشي فابور هذا الشيء. اليوم جينا نبيو نداء القلب بعيدا عن لغات الخشب وديك الفرنسي الخاويه، المكتب مسير منخرطين مدرب طاقم تقني جميع فعاليات الرجاء اللي راه اللي كتصارع الامور النادي تمشي في حالها، بارك ما تبهدلوا الفرقه بلا لغه الخشب بلا لغه المجاملات بلا ديك الدبلوماسيه الخاويه، كل شيء يمشي في حاله. انتم كتشوفوا الجمهور وهذا الشيء غير شويه من بزاف، كل شيء كاره كل شيء ساخط على الوضعيه اللي وصلتوا لها النادي، سيروا في حالكم وخليوا الناس اللي عندها الفلوس واللي باغا تخدم واللي عندها السياسه تجي تخدم، بارك عليكم بالتمغرب ديالنا حتى واحد ما يدور موراه، الله يسهل عليكم وبعدوا منا وعطيونا التسع. حضرنا اليوم كفرد من الجمهور فريق رجاء البيضاوي، فريق العالمي اللي كيعرفوا الكل، تلبية لنداء القلب والمطالبة المطالب ديالنا اللي كيعرفها الكل، ألا وهي إقالة جمال السلامي والمكتب لسبب بسيط جدا، أنهم ما قاموش بالواجب ديالهم وأنهم ما مسايرينش الركب ديال المطالب ديال هذا الجمهور العالمي.